ازيكم؟ اهلا اهلا. لا، في ناس كتيره من اعداد خدمه. طب دي حاجه كويسه، مبروك الاجازه. يعني انا عارف ان انتوا عديتوا في وقت كان صعب شويه، ف تقريبا دي اول اجتماع بعد الاجازات شويه، صح؟ باين عليكم يعني الصدمه لسه. حلو الحلقه اللي كانت بتتذاع، مش عارف حد فيكم تابع المسلسل كله ولا لا؟ برافو. كم سيريز دلوقتي؟ هاي، برافو عليك. طيب احنا سريعا، مش هطول عليكم، يعني انا عارف ان احنا يعني خارجين من امتحانات وكده، فهيبقى الموضوع صغير مش كتير يعني، بس هيبقى في ديسكشن لو حابين ان انتوا تتناقشوا، مش حابين خلاص. يعني الموضوع بسيط جدا وسهل. فهي الكلمة عندنا النهاردة ان على الفرح، فبنقول افرحوا. قديس بولس بيقول، ممكن ننقل على الآية اللي بعديها على طول، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. فالفرح في الكتاب المقدس هو دعوة، وصية إلهية. قديس بولس لما بيتكلم في رسالة فيليبي مع أهل فيليبي وبيقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، هو دعوة منه لأن هم يعملوا إيه؟ يفرحوا. طيب قبل ما نخش ونشوف ايه مفهوم قديس بولس عن الفرح وايه مفهوم الكتاب المقدس عن الفرح ويعني ايه نفرح اصلا، تعالوا نحط الديفينيشن شويه عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. فتعالوا نبص على يعني ايه مفهوم الفرح. فقبل ما اوريكم اللي انا يعني جهزته، عايز اسمع منكم انتوا الاول، كل واحد ممكن يقول لي مثلا ايه الحاجه اللي ممكن تكون بتفرحه؟ ايه اللي بيفرحك؟ ايه اللي بيفرحك؟ الله عليك، نجاحك في الكلية دي حاجة جميلة. هو السؤال يبان ان هو بسيط وساذج جدا، بس صدقوني لما هتفكروا فيه هتلاقوا انه في صعوبة ان احنا نرد. يعني ما انتوا ما ردتوش فعلا. ما انا ما اتفاجئتش. ايوه، بيفرحك الانجيل؟ البشارة مفرحة. انت بيفرحك الانجيل؟ لا، ماشي، هو معناها كده حاجة. الانجيل فعلا هو بشارة مفرحة، بس هل كلنا بنفرح بالانجيل؟ حاجة تانية حد؟ ايوة، فرح فيه واحد مبسوط في خدمته، ماشي. لا مش سامع، معلش. متواصلة مع الصلاة، على الصلاة، اوكي. يبقى انجيل وخدمة وصلاة، صح؟ انا قلت كده صح؟ ماشي. لما تحصل حاجة انا عايزها. ايوه، يعني اشرح لي اكتر. فلوس مثلا، عربية. طيب بص، هو يعني عشان ما نطولش في الحتة دي، احنا في فرح، مفهوم الفرح يعني في مفهوم فرح عالمي، العالم هو اللانجوج بتاعت العالم بيتكلموا بيه، وفي مفهوم فرح كتابي اللي هو الفرح المسيحي. الحقيقة انا لما دورت شوية في مفهوم الفرح العالم من جزء فلسفي او جزء نفسي، لقيت ان التعريف نفسه تايه، يعني ما حدش حاطط ايده على حاجة واضحة. يعني من ايام يعني هشوف دلوقتي اللي انا هقوله لك، بس هي الفكره كلها ان مفيش اجماع، يعني من اول الفلسفه اليونانيه، من اول افلاطون وسقراط والناس دي اتكلموا عن مفهوم السعاده او مفهوم الفرح، ومرورا بقى بكل الفلسفات الحديثه يعني، وكمان في علم النفس في مفاهيم اتكلمت عن الفرح، بس في النهايه مفيش اجماع بشكل واضح قوي ان هو ده تعريف الفرح بالنسبه للعالم. انا بتكلم على مفهوم الفرح بالنسبة للعالم. الناس الغير مسيحيين بيشوفوا الفرح أو السعادة إزاي؟ ملخص القصة كلها إن هو الحصول على أكبر قدر من اللذة أو المتعة مع أقل قدر من الألم والمعاناة. تاني، الحصول على أكبر إيه؟ أوكي، الحصول على أكبر قدر من اللذة أو المتعة مع أقل قدر من الألم والمعاناة.
ده معناه ايه؟ معناه ان العالم بيشوف ان السعاده في ان انا اخد اللي انا عايزه، اتبسط بالحاجه اللي انا عايزها، ومش عايز احس بالم ولا معاناه. ده مفهوم العالم او الغرب. يعني لما تبص دلوقتي حتى على الغرب دلوقتي، حياتهم والحياه بتاعتهم دلوقتي قائمه على ايه؟ هتلاقي هي قائمه على الذات، قائمه على نفسي. انا عايش مبسوط، انا عايش بصحه جيده، عايش في معايا فلوس كويسه، عايش معايا وظيفه كويسه. الحياه متمركزه كلها على الذات. ففكره ان انا اتمتع باقصى قدر من اللذه واقل قدر من الالم والمعاناه، الكلام ده منطقي؟ منطقي بالنسبه للغه العالم، كلام منطقي. تمام. طيب احنا مدعوين كتابيا وكنا مسيحيين وابناء لله لنوع مختلف من الفرح او السعاده. طيب ننقل بقى الفرح في الرب، او زي ما بنقوله كده عليه، الفرح في الرب. الفرح كتابيا في الكتاب المقدس يعني، او في العقيده المسيحيه، مرتبط ارتباط وثيق بالله. ما ينفعش افصل الفرح عن الله. فهو فرح بالرب، هو فرح في الرب كل حين، شاعرين بوجوده معنا. حتى معنى كلمه عمانوئيل معناها ايه؟ الله معنا. فلما الملائكة بشروا الرعاة في ميلاد المسيح قالوا لهم ايه؟ قالوا انا بشركم بفرح عظيم، لان ميلاد المسيح اتحقق. وميلاد المسيح معناه ان الله معنا. قديس يوحنا بيقول كده، انه كلمة الله حل بيننا. ففكرة حل بيننا دي معناها او تفسيرها ان هو اقام خيمته بيننا، زي ما كان الخيمة في العهد القديم، ان الله بقى ليه مكان في وسط البشر. فميلاد المسيح بين قوسين عمانوئيل، الله معنا، ان الله اقام مسكنه في وسطينا مره تانية زي ما كان في وسط شعبه في العهد القديم. ففكره وجود الله، احنا موجودين بالتحايد مع الله وفي حضره الله طول الوقت، هي دي الفكره بتاعه الفرح الكتابي يعني. فعشان كده في يوحنا 20:20 بيقول ففرح التلاميذ إزراء الرب. حد يعرف الآية دي اتقالت تحديدا امتى؟ بعد القيامة. برافو عليك، برافو عليك. في العلية كان التلاميذ بعد صلب المسيح وأحداث الصلب ودفن المسيح في القبر، كان التلاميذ في الوقت ده خايفين جدا. خايفين من ايه؟ خايفين من اليهود، وكانوا شبه مستخبيين يعني في العلية، لان هم مش عارفين اللي جاي ايه. لان كان كل ايمانهم بالمسيح ان هو ده المسيح المنتظر، هو ده اللي هيخلصنا، هو ده. وفي الاخر لقوه اتصلب ومات. فحصل ليهم هزة كبيرة جدا. ففي الوقت ده هم مع الخوف والقلق اللي هم كانوا حاسين بيه، طلعوا على العلية وفضلوا موجودين فيها لغاية الآية اللي احنا بنقراها دلوقتي دي، ان المسيح جه خبط على الباب عليهم وفتحوا له الباب وفرحوا برؤية الرب. ففي النهاية، ملخص السلايد اللي فاتت دي، العالم بيشوف الفرح ان هو اخد متعة كتير وألم قليل. الفرح المسيحي او الفرح الكتابي فرح بالرب وفي الرب. ما ينفعش افصل الفرح المسيحي او فرحي كإنسان مسيحي ابن لله عن الله نفسه، عن المسيح. الآية دي بتقول ايه بقى؟ لكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم. وضاف عليها حاجة كمان، لا ينزع احد فرحكم منكم. الفكرة ببساطة ان يسوع لما كان في دي كانت قبل بقى الصلب والقيامة، دي في يوحنا 16 اللي احنا قريناها من شوية، كانت يوحنا 20:20. فدي كانت في الفترة اللي سبقت أحداث الصلب وأحداث القيامة. المسيح كان شايف التلاميذ برضو خايفين ومترددين وفي بينهم شكوك، فابتدى يطمنهم شوية، اللي هو بما معناه ما تقلقوش، هيحصل اللي أنا بقوله لكم ده. أنتوا دلوقتي مضطربين وخايفين، بس هراكم، هشوفكم، فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد
فرحكم منكم، وده اتحقق في يوحنا 20:20. طيب عايزين نقول ايه بقى من الآية دي؟ ننقل مصدر الفرح الحقيقي. ايه السورس بتاع الفرح؟ ايه المصدر اللي انا اخد منه الفرح ده؟ زي ما قلنا الفرح مش هنعرف نفصله عن الله، مش هعرف افصله عن المسيح. ففي النهاية مصدر الفرح الحقيقي هو الروح القدس. الروح القدس اللي جوه كل واحد فينا اللي هو الله، هو ده المصدر الحقيقي للفرح. نتيجة سكنة الروح القدس جوانا من ثمار الروح القدس، زي ما انتوا عارفين في 9 ثمار، بس هنركز على اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هي فرح. اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، تعفف، لطف، الى اخره. هذا الفرح هو نتاج اتحادنا بالمسيح ونوال نعمة التبني للآب. احنا خدنا بنوتنا للآب بالنعمة، المسيح ابن للآب بالجوهر، احنا خدنا دي من منطلق النعمة، خدناها بنعمة من يسوع المسيح ان احنا بقينا في المسيح ابناء للآب. مجرد بقى ادراكنا ان احنا محبوبين لله بيخلي في جوانا شعور بالاطمئنان والفرح. مجرد ان انا حاسس بس ان انا محبوب وان انا مقبول بدون اي شروط من الله الاب، ده بيخليني من جوايا مطمن وفرحان. يعني في النهاية اي واحد فينا تسأله هو انت فرحان ليه كمسيحي؟ يقول له فرحان عشان انا ابن ربنا. في النهاية انا حاسس ان انا محبوب مقبول. على فكرة كتير، ويمكن في السن بتاعكم ده بالذات دلوقتي، كتير في ناس عندها مشكلة في ان هي تحس الاحساس ده ناحية اللي حواليهم، يعني ان انا احس ان انا محبوب او ان انا مقبول بدون شروط. القبول الغير مشروط ده للأسف العالم مش بيفهمه بشكل كبير. فاحتياجنا طول الوقت ان انا احس ان انا محبوب بيتحقق في ايه؟ في وجودنا في المسيح امام الله الاب. عشان كده في لوقا زي ما بقول لكم الملائكه لما بشروا الرعاه اول حاجه قالوا لهم ايه؟ لا تخافوا، لا تخافوا، لان الفرح هيبدد الخوف، الفرح هيبدد الحزن. اليهود زمان على فكره كان عندهم ايمان قوي جدا ان الفرح الحقيقي هو الفرح بمجيء المسيح. يعني كان اليهود من بعد طبعا الرجوع من السبي والفترة الصعبة اللي هم عاشوها في السبي، كان اعتقادهم الاساسي عن الفرح الحقيقي، مفهوم الفرح الحقيقي بالنسبة لهم ان هو الفرح بقدوم مين؟ المسيح. لان هو بالنسبة لهم في العقيدة اليهودية ان هو اللي هيخلصهم من الرومان، وهو اللي هيخلصهم من كل التعب اللي هم شايفينه وهكذا. نقرا بس الايه معلش، يعني فقال لهم الملاك لا تخافوا، ها انا بشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. تمام، يبقى احنا كده قبل ما نوصل، بس احنا قربنا نخلص، يعني هو الموضوع زي ما قلت لكم صغير. اول حاجه اتكلمنا عن مفهوم الفرح في العالم وفي في الرب. تاني حاجه اتكلمنا عن مصدر الفرح الحقيقي، سكنة الروح القدس، الروح القدس اللي ساكن جوانا. اخر حاجه احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. اقروا كده الاية دي واحدة واحدة تاني وقولوا لي ملاحظاتك. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، دي من رسالة القديس يعقوب. شايفين فيها حاجة معينة؟ ازاي يفرح وفي تجارب؟ حد شايف فيها حاجة تانية؟ ماشي، حد يضيف حاجة؟ تمام. بصوا يا شباب، ايه؟ هتضيف يعني انت قصدك ان حين تقعون في تجارب متنوعة دي، اوكي، سمح الله بالتجربة دي. يعني
في قدس يعقوب. انت عايز بس تشاور لي على فكرة ان في تجربة من الله وفي تجربة انا ساعات اللي بحط نفسي فيها عامة. يعني مش هو ده المفهوم اللي كان بيتكلم فيه القديس يعقوب قوي، هو كان بيتكلم على فكرة التجارب عامة، فكرة انه من قال فكان والرب لم يأمر. يعني في النهاية كل شيء بيحصل هو بتدبير من الله، فلو في تجربة انسان بيمر بيها هيبقى بسماح من الله. جيسي، ده اللي لفت انتباهك هنا، انه في وقت التجربة ما يبقاش فيه تذمر. ماشي، ليه ايه؟ كلمة ليه؟ اوكي طيب، اقول لكم الصراحة، بصوا الآية دي لو خدناها، غير ان احنا مش هنعرف نطبقها، لا هقول لك، يعني لو خدناها زي ما هي كده واديناها لاي دكتور نفسي تمام، هيقول ان التناقض اللي في الكلام ده اللي قاله مريض نفسي، او اللي هيحاول يعيش بالحاله دي فهيعيش كمريض نفسي. لما يعرف ايه؟ لا انا مش بتكلم عن ايوب هنا خالص. لا انا بتكلم، ما انا فاهم، انا عارف قصه ايوب، انا بقول ايه؟ العالم، الفكر البشري بيفهم الكلام ده انه في تناقض. التناقض ده حاجه بالنسبه للعلم مش مقبوله، زي ما اقول مثلا ايه، انا هركب حاجه بتطير للسما فوق وهنزل في نفس الوقت لاعماق الارض بيها، في تناقض، ما ينفعش امشي لفوق وفي نفس الوقت انزل في اعماق الارض. الجمله دي بالمقياس البشري جمله فيها تناقض مستحيل، اللي هو ايه، انا مش هينفع يبقى في تجربه والم وفي نفس ذات الوقت هبقى حاسس بفرح. هي بقى الفكره في كده. لو عشان كده انا بحاول بس اقول لكم العالم بيبص ازاي وبيفكر ازاي وبيقول ايه، واحنا كتابيا بنفكر ازاي وبنبص نقول ايه. اللي عايز اوصله لكم بس باللي انا قلته، فكره ان العالم لما هيبص علينا كمسيحيين، على فكره ده كان حاصل في ايام بولس الرسول والرسل، ان هم كانوا بيبصوا الوثنيين يعني او اليونانيين بالذات عشان هم كانوا مشغولين جدا بالفلسفه، كانوا بيبصوا على المسيحيين ان ازاي انتوا اصلا بتؤمنوا باله مات مصلوب، ازاي اله اتقتل قدامكم واتصلب وانتم بتؤمنوا بيه؟ لان العالم في الوقت ده كان ما يفهمش غير مفهوم القوه. اللي يدرس فيكم الالهه اليونانيه او الرومانيه، كل الالهه معتمده على القوه، زيوس وهيركليز ومش عارف بيدرس يعني فيكم في اداب يوناني او الفلسفه اليونانيه، المفهوم الوثني عن الالوهه هو مفهوم مبني ومرتكز اساسا على القوه. المسيحية بتكرز بإله مصلوب. فحتى في الوقت اللي كان فيه القديس بولس بيبشر والكلام، كانوا بيقفوا قدام الوثنيين ويقولوا له يعني انت ازاي، انت بتبشر ازاي بإله مات على صليب؟ ففي النهاية العالم ليه نظرة وليه حكم، احنا لينا نظرة تانية مختلفة تماما. فعشان كده بقول لكم التناقض اللي في الآية بتاعت القديس يعقوب ده، لو اي فعلا دكتور نفسي رحت وقلت له الايه دي وقلت له انا هعيش بالحاله دي، هيقول لك انت هتعيش كمريض نفسي. العالم مش هيشوفك غير كده، ان انت ازاي بتقول لي ان انت داخل تستشهد وانت فرحان. فاكرين شهداء ليبيا؟ فاكرين الشهيد عصام اللي هو كان باصص النظره الشهيره يعني دي؟ ده انسان رقبته هتتقطع في خلال ثواني. ومع ذلك في هذا الوقت بهذا الثبات، معرفش بصراحة يعني، أنا كل ما أشوف الصورة دي ده إنسان بسيط جدا يعني. ففي النهاية العالم بي بي بيوزن الأمور بميزان مختلف عن ميزاننا إحنا. اللي يهمنا إن إحنا نوصل لنا الميزان اللي إحنا بنوزن بيه، نظرتنا إحنا للأمور من منطلق كتابي، نفهمها صح عشان لما نتسأل نعرف نرد. طيب
هنخش على الفرح والألم اللي هي التناقض اللي قال عليه القديس يعقوب. ننقل أشهر حد كان عايش الحالة دي وتقدروا تلاحظوها في كتاباته كلها القديس بولس الرسول. يعني الآية الشهيرة اللي هي افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، القديس بولس للي ما يعرفش كان مسجون ساعتها، كاتبها في سجن روما سنة 63 السجن الأول في روما. فالإنسان اللي كتب الآية دي لأهل فيليبي كان أساسا مسجون، وغير أنه كان مسجون كان متروك وحيد على فكرة. يعني في ناس كتيرة سابوه، هو نفسه قال كده الكل تركني وحيدا لم يبقى معي إلا مرقس. ففي أوقات كتيرة القديس بولس نفسه اختبر الترك، اختبر الجوع، ان هو في مواقف تانية بيقول دربت نفسي الا احتاج الى شيء. يعني اختبر حاجات صعبة جدا في حياته وهو نفسه اتكلم عليها قبل كده. في اللحظة اللي هو كتب فيها الآية دي كان مسجون في روما، ما كانش عارف اذا كان هيطلع. يعني السجن اللي هو مش فكرة انا متاخد تحري مثلا عشان معهوش بطاقة، لا، ده سجن قد يعني يقول في النهاية الى موت الى اعدام، وده اللي حصل في الاخر يعني، بس ما حصلش في الموقف ده. فانا قصدي ان هو حد تحت ضغوط شديده جدا نفسيه، ان انا مسجون وممكن اتقتل، ممكن اموت، ممكن حياتي تروح. طب انت جايب منين الفرح ده؟ فرحان في ايه؟ فرحان ليه؟ حتى في باقي الاصحاح ده عايز اقرا لكم حته كده صغيره. غير ان هو بس كان مسجون، كان بيقول لهم كده، بيقول لأهل فيليبي يعني بيقول لهم حاجة هو يعني بيمر بيها، بيقول لهم إيه؟ ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني اللي أنا فيه ده كله مقاله أو النتيجة بتاعته في الآخر إن الإنجيل بقى بيتقدم. يعني إيه الإنجيل؟ إن البشارة بالملكوت بتنتشر، إن حتى وأنا في روما كل اللي حواليا بيسألوني عن المسيح وكل اللي حواليا بيعرفوا المسيح حتى اللي ساجنني. فحتى التجربة اللي أنا فيها دي مقالها في الآخر لحاجة حلوة جدا. حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. يعني بيكمل لهم على نفس الفكرة اللي أنا لسه بقولها لكم. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. هنا بيتكلم عن ناس، تمام، ابتدوا يلسنوا على بولس، ابتدوا يجيبوا سيرته. الناس دي مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ يعني قصدي مش في عدم ايمان، لا، الناس دي كانوا مؤمنين بس هم يعني منافسين شويه من بولس الرسول، فما صدقوا ان هو اتسجن ابتدوا يكرزوا ويقولوا كلام مش صح. واكثر الاخوه وهم واثقون في الرب بص يكترئون اكثر على التكلم بالكلمه بلا خوف، اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، واما قوم فعن مصره. عمركم شفتوا حد يكرز بالمسيح عن حسد وخصام؟ هما كانوا في الوقت ده في ناس مش حابه بولس، مش حابين بولس، فما صدق ان هو اتسجن ابتدوا يعملوا ايه؟ يتكلموا بطريقه مش كويسه على بولس. فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ظانين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا. يعني ايه بقى دي اللي انا عايز اوصل لها؟ يضيفون الى وثقي ضيقا، يعني انا متقيد في السجن ومتربط، كلام الناس ده بيحط تقل نفسي عليا اكتر. يضيفون ثقلا الى، ظنين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا، كلامهم ده بيضايقني اكتر. فالقديس بولس مش بس عنده اختبار ان هو مسجون، عنده اختبار ان هو بيتقال عليه كلام والناس بتضايقه والناس اللي هي كانت قريبه منه ابتدت تقلب عليه. اختبار يعني اللي يحس فيكم بالحاله النفسيه اللي كان فيها بولس الرسول ما يطلعش منه خالص افرحوا بالرب كل حين دي خالص. فبيقول في الاخر ايه بقى؟ فلماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعله او بحق ينادى بالمسيح. مش فارق معايا بقى اللي بيكرز بالمسيح او بينادي بالمسيح ده عن عله او عن حق، يعني عله سبب يعني، يعني هل يعني هو بيتكلم بيكرز بالمسيح بسبب حاجه معينه، هو سبب شخصي مثلا، ولا عن حق؟ انا مش فارق معايا. امال ايه اللي فارق معاك يا بولس؟ وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا، ان المسيح اسمه بيتقال في كل مكان. هو ده اللي فارق معاك يا بولس؟ اه هو ده اللي فارق معايا.
كلام الناس مش فارق معايا. هم فاكرين ان هم بيضايقوني اكتر، بيضيفوا على وثقي ضيقا اكبر، لكن في النهايه انا لا، مش ده اللي فارق معايا. انا فارق معايا ان المسيح اسمه بيزيد وبينتشر. النقطه بقى المهمه، هل في الكتاب المقدس المسيح وعدنا بحياه خاليه من الوجع ومن الالم؟ حصلش صح؟ سيد المسيح لم يعدنا بحياه خاليه من المتاعب، ولكنه وعد بانه سيكون حاضرا معنا في وسط الالم. دي نقطه مهمه جدا، وساعات كتيره بتبقى غايبه عن اذهاننا. حد فيكم سمع عن حاجه اسمها انجيل الرخاء او لاهوت الرخاء؟ حدش؟ اوكي. في خمسينيات القرن ده، يعني في حوالي سنة 40 أو 50 كده، في أمريكا ظهرت حركة هناك اسمها إنجيل الرخاء أو لاهوت الرخاء. إنجيل الرخاء ده بدعة، تمام؟ بتدعو لإيه؟ بتدعو لحاجة براقة جدا ممكن أي حد يقبلها، إن اللي هيعيش مع المسيح هيعيش حياة فيها رفاهية وحياة فيها رخاء وحياة فيها سعادة وحياة بدون ألم وبدون مرض وبدون فقر. فكل المنتميين للحركة دي في أمريكا كانوا ناس أغنياء جدا، ناس صحتهم كويسة، ناس رجال أعمال، ناس عندهم فلوس كتيرة، ناس ما عندهمش مشاكل، ما عندهمش أمراض، وكانوا بيبشروا في الكنائس بالفكرة دي، إنه طول ما أنت إنسان مسيحي حقيقي فأنت طول الوقت هتبقى في سعادة وفي حياة حلوة جدا. إيه رأيكم في الفكرة؟ هل فيها سند كتابي؟ هل ليها سند كتابي الكلام ده؟ ليه سند على فكرة. لا، ليها سند كتابي ليهم هم. يعني الفكرة بتاعت ان اللي هيتبع المسيح هينال خيرات وهياخد حاجات حلوة كتير، ليها ايات بتقول كده، بس هم خدوا الايات دي فصلوها عن سياق الكتاب المقدس كله وركزوا عليها هي بس. من ضمن الايات دي مثلا ايه؟ كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، وسكتوا. منها مثلا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. المسيح قال كده؟ قال كده. هم وصلوا بقى الحركة دي، يعني منكم اللي يرجع بعد كده اعملوا سيرش على الموضوع ده، اكتبوا كده إنجيل الرخاء أو لاهوت الرخاء. ما مش طائفة محددة، هما الفكرة يعني كانت فكرة وابتدت تنتشر، ابتدى يبقى ليها اتباع كتير، ابتدى المسؤولين عن الفكرة دي يجمعوا تبرعات من الناس على فكرة انه هاتوا العشور وجربوني. فادوا فلوس للمسؤولين عن الخدمات في الكنائس، والفلوس دي هترجع لكم اضعاف اضعاف. طبعا الموضوع انتهى في النهاية بفضيحة كبيرة جدا، وناس كتيرة اتحكمت في الموضوع دوت واتحبست بسبب ان فيها طبعا فساد وسرقة وموضوع كبير يعني. بس في النهاية فكرة طلعت من وسط الانجيل، ناس نادت بيها وابتدت تنشرها، اللي هي فكرة ايه؟ ان مفيش ألم. انتوا ليه بتقولوا ان احنا هنتألم؟ ليه بتقولوا ان احنا هنتوجع؟ مفيش الكلام ده. احنا مادام هنبقى مسيحيين حقيقيين وحياتنا مرتبطة بالمسيح هنعيش طول الوقت في ايه؟ في فرح. هل ده حقيقي؟ لا. وعد بأنه سيكون حاضرا معنا في وسط الألم. هذا الحضور المطمئن للنفس والروح هو ما يعطينا فرح لا يفهمه العالم. العالم مش هيفهم انت ليه في وسط التجربة بتاعتك فرحان، انت ليه في وسط الألم بتاعك متعزي. العالم الغير مسيحي مش هيفهم اللانجوج دي، هما بيفهموش غير الحاجة الواضحة، الحاجة اللي بالنسبة لهم مش مشكلة، الحاجة اللي بالنسبة لهم يقدروا يختبروها ويقيسوها. إنما الحاجة اللي على المستوى الروحي أو الميتافيزيكي دي مش هيفهموها خالص. هشارككم بحاجة. الغرب من فترة كبيرة وأمريكا تحديدا انتشر فيها جدا فكرة البعد عن الله تماما والبعد عن المسيح، وان احنا نعيش حياتنا زي ما كنت بقول لكم الهدف متمحور كله حوالين الذات، وفتحوا المجال لكل الشهوات اللي ممكن تتخيلوها او ما تتخيلوهاش. كل حاجه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ما دام مش هيضر حد. ده كان المنطلق بتاع الثوره الفكريه في امريكا في السبعينات مثلا، انه اعمل اللي انت عايزه انت حر.
خد من الدنيا اللي انت تقدر تاخده، متع نفسك زي ما انت عايز. الفكر ده مشي في امريكا وانتشر بعد كده في اوروبا لغايه الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. اي حد منصف يبص فعلا على واقع الحياه في امريكا واوروبا دلوقتي، هل الناس دي سعيده؟ بتكلم بجد يعني. الواحد لو عملوا دراسات فعلا تحليليه، يعني اقول لكم معلومه غريبه جدا، اكبر نسب للانتحار في العالم في الدول الاسكندنافيه، لا مش في امريكا. انا بتكلم على نمط الحياه، انه الدول الاسكندنافيه دي من الدول، مش لازم تبقى اكبر نسبه بس نسبه كبيره من الناس اللي بينتحروا من الدول الاسكندنافيه. الدول الاسكندنافيه دي اللي هي زي السويد، الدنمارك، النرويج، الناس اللي هي تقريبا ما عندهاش مشاكل، تقريبا ما عندهمش مشاكل. يعني اقصى مشكله بالنسبه لهم ممكن ان يكون في حد سايق عربيه وضرب كلاكس على بعد مثلا 5 شوارع من البيت اللي هو ساكن. بتكلم بجد مش بهزر. هي دي مشاكلهم يعني مثلا. فانا قصدي ان مستوى الرفاهيه ومستوى الحياه اللي ما فيهاش ضغوطات، يعني بامانه احنا في مصر يتعمل لنا تماثيل، يعني ان احنا عايشين في بجد عايشين تحت ضغوط رهيبه رهيبه، اقتصاديه وماديه ودينيه وكل حاجه يعني، ودراسيه. ففي النهايه رجوعا بقى للحته اللي كنت بقول لكم عليها، فكره انه الناس في اوروبا او في الغرب مع كل المتاح ليهم، لو رجعنا لاول سلايد خالص، مع كل المتاح ليهم من ان انت تاخد كل المتعه اللي انت عايز تاخدها وقلل كم الالم والوجع اللي انت عايز ما تاخدوش، هل ده هيدي لك الفرح والسعاده؟ لا، مؤقتا. ده الفرق الجوهري بين الفرح العالمي والفرح الكتابي او الفرح في الرب، ان الفرح العالمي مؤقت. انا هفرح بايه؟ هفرح بنجاح ماشي، وبعدين هفرح بشغل حلو، وبعدين هفرح بفلوس، هفرح بعربيه، هفرح بجواز، هفرح باولاد، هفرح بنجاح شركات، هفرح بمجموعه شركات على مستوى يعني هفرح بايه؟ هاتولي واحد شاورولي عليه، قولي للانسان ده انسان عاش حياه سعيده من الالف للياء. اشهر المنتحرين مثلا على مستوى الهوليود هم الفنانين الكوميديين، روبن ويليامز لسه مات فريندز قريب. الناس دي عندها شهره، عندها وسائل رفاهيه، عندها فلوس، ما عندهاش حاجه فعليه تخليها تقدم على خطوه انتحار، ومع ذلك بيخشوا في مشاكل نفسيه رهيبه جدا، وبيخشوا في حالات اكتئاب بتصل الى الانتحار. ملخص اللي انا عايز اقوله عشان ما اسودهاش كتير، يعني مش عايز يبقى كلامي كئيب يعني، بس في النهايه العالم مش هيقدم لنا خلاص بسعاده وهميه، العالم مش هيقدم لنا فرح حقيقي، العالم هيقدم فرح مزيف. هتضحك على نفسك وتضحك على اللي حواليك ان انت عايش حياه فيها فرح وسعاده حقيقيه براحتك، بس حقيقي ده مش هيحصل، لان في النهايه حتى الملحد اللي مش مؤمن بوجود الله مش هيقدر يعيش فرحان غير بالله. تركيبه الانسان مخلوق كده، مخلوق انه في النهايه اللي هيملى الفراغ اللي جوه اي انسان سواء مؤمن بالله او غير مؤمن بالله، الحاجه الوحيده اللي هتملى الفراغ الانساني ده كلام فلسفي شويه، بس الحاجه الوحيده اللي هتملى الفراغ الانساني ده هو الله في حد ذاته. فكون ان في حد يعني اللي فيكم بيدرس فلسفه، كل تقريبا الفلاسفه بتوع الفلسفه الوجوديه او العدميه اللي هم غير مؤمنين تماما، زي نيتشه مثلا، غير مؤمنين تماما بوجود الله وضد الوجود الالهي وضد الفكر المسيحي تماما، اغلبهم انتحروا، نهوا حياتهم بنفسهم، اللي هو لقى في النهايه ان الحياه ملهاش معنى. في النهايه لما القديس يعقوب بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حين تقعون في تجارب متنوعه، هو جربها وعدى فيها بيسوع. هو لقى ان الفرح مش جاي من العالم، الفرح جاي من ثباتي انا في المسيح، من وجودي انا في المسيح. لما اشوف المسيح في حياتي هفرح، غير كده
حاجات مؤقتة كلها. آخر حاجة، عشان انا عارف دايما ان السؤال ده بيتسأل في اخر كل ديسكشن، حلو قوي الكلام اللي انت قلته، كلام جميل جدا، نعمل ايه؟ نعيش بقى الحالة اللي انت عمال تتكلمنا بيها دي ازاي؟ الحقيقة ان هي موضوع مش سهل، عشان ابقى امين معاكم، تمام؟ عشان انا مش جاي اكدب عليكم. الموضوع فعلا لا محتاج، هي حقيقة في النهاية يا شباب، يعني الموضوع مش بس حالة أنا بحكي لكم عليها دلوقتي وإن شاء الله تتوفقوا إن أنتوا تعيشوها أو لأ، ما أعرفش يعني، بس هي في النهاية الموضوع على بعضه هي حياة، حياتك من بدايتها لنهايتها فيها محطات وفيها أوقات بتحتاج إن أنت تقف فيها وتراجع نفسك، أنا فين؟ طب أنا عايز أوصل لإيه؟ طب أنا مقتنع أصلاً بالكلام اللي اتقال النهاردة؟ ممكن يكون في حد منكم مش مقتنع، أوكي، بس لو أنا مقتنع لازم أبتدي آخد خطوات او اخد اكشنز. اول حاجه الاستمراريه، هقول لكم ثلاث حاجات يعني هم دول اللي انا شايفهم يعني ابليكابل ان انتوا تقدروا تبتدوا بيهم، بس هي طبعا في حاجات كتيره، بس هم دول الثلاث حاجات اللي انا شايف ان انتوا ممكن اي حد فيكم يبتدي فيهم. اول حاجه الاستمراريه، يعني ايه الاستمراريه؟ انا عايز اوصل لايه؟ فرح دائم. طيب احنا قلنا ان الفرح مرتبط ارتباط وثيق بمين؟ بالله. يبقى عشان اوصل لفرح دائم هوصل لايه؟ ارتباط دائم بالله. ما دام الفرح مش هفصله عن الله، طب انا عايز الفرح ده يدوم، يبقى خلى الله في حياتي في استدامه. ففرح دائم يساوي ثبات دائم، اللي هي اثبته فيا وانا فيكم، ده بيحصل فعليا فين؟ سر الافخارستيه، برافو عليكم. فطول ما انا محافظ على قداسي وتناولي من جسد الرب ودمه، انا بحقق اول حاجه اللي هي اثبته فيا وانا ايه؟ فيكم. طيب تاني حاجة الثقة. أشهر سلاح بيحاربنا بيه الشيطان في أوقات كتيرة جدا هو سلاح الشك. فاكرين لما راح لآدم وحواء في الأول خالص أول حاجة قالها لهم إيه؟ أحقا قال الله؟ فاكرين؟ قال لهم كده، قال لهم أحقا قال الله إذا أكلتما من الشجر هتموت؟ هل فعلا ربنا قال كده؟ ابتدت حواء تاخد الكلام تقول له لا، ما هو فعلا ممكن ما لا الكلام اتغير. ففكره الشك سلاح بيحاربنا بيه الشيطان. طب انا لو شكيت في وقت من الاوقات انه في العالم سيكون لكم ضيق وسكت، انا عايش في الدنيا دي بتعذب بس، انا عايش في الدنيا دي انا مش شايف اي حاجه حلوه، انا عايش في الدنيا دي مش حاسس باي فرح من اللي انت بتتكلم فيه ده، هبقى خدت نص الايه دي بس. الحل فين؟ في باقي الآية دي. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ثقة. عندك الثقة دي ولا لأ؟ دي حاجة كل واحد فينا يحسمها بينه وبين نفسه. آخر حاجة الرجاء. قديس بولس بيقول في روميا آية جميلة جدا، بيقول فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني أنا عندي رجاء إن أنا في نهاية الرحلة اللي أنا فيها دي، لا انا هوصل يبقى ليا نصيب في المجد ده، انا ليا نصيب في السماء. على فكره ده سؤال خطير جدا، يعني لو سالت كل واحد فيكم دلوقتي هل انت عندك ثقه ورجاء حقيقي ان انت ليك نصيب في السماء، هل انت هتخش الجنه؟ لا خالص، هو حقيقي فعلا كتير هيقول نفس الرد. تعرفين ان في يعني في طائفه دلوقتي اسمها اللا ادريه، اللا ادريين، حد يسمع عن المصطلح ده؟ انا حاسس ان بقول لكم حاجات ما بتسمعوش عنها. تمام، اه متركزين، الجامعه واخده كل حاجه. في حركه كده دلوقتي بقى لها فتره، يعني مش دلوقتي يعني بقى لها فتره منتشره، اسمها اللا ادريه او اللا ادري، اللي هي فكره ايه؟ ما بين الالحاد وما بين الايمان. انا لا هبقى بجد ما بهزرش، اللي هم الناس اللي وقفوا في النص، اللي هو تقول له انت مؤمن ان في الله يقول لك ما اعرفش، لا ادري. بامان هم جه الاسم من كده لا ادري، فسموهم لا ادريين. طيب هل انت مؤمن انه في خالق لهذا الكون؟ لا ادري. طب انت في حياه بعد الموت؟ لا ادري، انا ما اعرفش. طب انت عايش ليه؟ ما اعرف. جاي ليه؟ رايح فين؟ زي ايه؟ قوميين؟ ما اعرفش ايه القوميين دول. لا ادريين دول انا اللي احتكيت بيهم شويه. فدول الثلاث حاجات، استمراريه، الثقه، والرجاء.
اخر حاجه هقراها معاك وبعد كده خلاص، اللي عايز يبقى يسال مثلا في سؤال ولا حاجه. جزء جميل جدا من سفر حبقوق، يعني يا ريت تروحوا تقروا السفر على بعضه، بس هقرا معاكم الحته دي. بيقول: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاوي. انتوا واخدين بالكم الرصة دي عاملة ازاي؟ قديس حبقوق هنا بيتكلم عن اللي حصل من سبي بابل لشعب بني اسرائيل، تمام؟ فبيتكلم ان في دمار تام حاصل، يعني غياب لكل مسببات الفرح المنطقية وكل الحاجات اللي ممكن تخليه يقول في الاخر، السطر الاخير اللي بالاحمر ده، اللي هو ايه بقى؟ فاني ابتهج بالرب وافرح باله. خلاص، يعني انا فرحان بربنا رغم كل غياب الحاجات اللي انت قلتها دي. هي دي المعادله اللي بقول لكم عليها، اللي هي انا فرحان بالرغم من، مش عشان. في فرق كبير قوي، ان في ناس بتبقى فرحانه في حياتها عشان، زي ما حد قال ان هو حصلت على حاجة أنا كان نفسي فيها، أو حققت حاجة أنا كنت بحلم، كل ده فرح عشان، فرح لأجل. لكن الفرح الحقيقي المسيحي هو فرح بالرغم من، بالرغم من كل الظروف، لأ أنا مع ذلك فرحان. يا رب أشوفكم دايما فرحانين زي ما أنا شايفكم فرحانين دلوقتي، كل سنة طيبين، ومرة تانية مبروك الأجازة. لو أي سؤال أو أي ملاحظة أنا معاكم. شكرا.